واصل الأسئلة. أخونا سعد يسأل عن موضوع العلاقة بين تتبع الرخص وبين الأخذ بالأسهل من الفتاوى. يقول أحيانا قد يسأل أحد المشايخ يجد فتوى من أحد المشايخ في أمر يجيزه والآخر يشدد فيه، هل نقول إنه إذا أخذ الفتوى ممن يجيزه يكون هذا من تتبع الرخص أم أن لها معنى آخر؟ الواجب على العبد أن يتبع الشرع وأن يكون مطيعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسؤال العلماء إنما يسألون عن حكم الشرع، وبالتالي إذا كان ما يفتي به العالم يغلب على الظن أنه حكم الشرع لزم العمل به، وإن كان يغلب على ظن أن فتوى مخالفة لحكم الشرع لم يجوز العمل بفتوى. وإذا وقع اختلاف بين العلماء فإن الواجب حينئذ أن يرجح الإنسان بين المفتين بحسب الصفات. الصفة الأولى العلم، فإن قول الأعلم أقرب لأن يكون هو الشرع. والثانية الورع، فإن صاحب التقوى والورع يوفق بقول الحق والصواب، بالتالي فقوله أرجح من قول غيره. والثالثة إذا لم يتمكن من الترجيح بين المفتين بحسب العلم والورع فإنه ينظر إلى قول الأكثرية فيعمل به. وهذا ليس خاصا بأمور الشريعة بل هو في جميع الفنون والعلوم، فإن الإنسان إذا عرضت له مسألة طبية فاختلف الأطباء لم يأخذ بأحد أقوالهم بناء على الرغبة والتشهي، وإنما يأخذ بمن يرى أنه أرجح في طبه وفي علمه، فهكذا في علم الشرع. وذلك أن الإنسان لا يعمل بقول الفقيه لأنه فلان، وإنما يعمل بقول الفقيه لأنه يغلب على ظن أنه يوصله إلى شرع رب العزة والجلال. بالتالي إذا اختلف الفقهاء عندك لزمك الترجيح بين أقوال هؤلاء العلماء بحسب هذه المعايير الثلاثة. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم.